هنروح مع حضراتكم لذكرى رحيل الفنان الشاب هيثم أحمد زكي. يعني كان كده زي النجم اللي لمع سريعا في سماء الفن، وترك رغم رحلته الفنية القصيرة جدا، يعني ترك في قلوب كل الجمهور ومحبيه أعمال ما تتنسيش. هيثم هو ابن الفنان الراحل أحمد زكي وهالة فؤاد، طبعا النجمة الكبيرة الراحلة، وقدم مجموعة من الأعمال السينمائية والتلفزيونية رغم رحلة قصيرة جدا مع الفن. صحيح، هو طبعا كانت حياته مليئة بالتحديات والوحدة بعد رحيل والديه وأقربائه في مراحل مبكرة من عمره. عاش وحيدا قبل أن يغادرنا فجأة في 2019، وجسد كمان هيثم من خلال أعماله مزيجا من الموهبة والإصرار، وقدم أدوار بارزة في سينما وتلفزيون خالدا طبعا بذكراه وفي وجدان جمهوره رغم غيابه. تفاصيل أكثر عن محطاته المهمة الفنية ومسيرته من خلال التقرير اللي جاي. تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي الذي رحل عن عالمنا في 7 نوفمبر 2019 بعد إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية بعد قيامه بتدريبات بدنية استعداداً لتصوير الجزء الثاني من فيلم كابوريا الذي كان مليئاً بمشاهد الأكشن. فشكلت وفاته صدمة كبيرة لمحبيه وزملائه في الوسط الفني. قلبي وجعني والهم ركبني. انشغل بيه يشغلك عنه. مش فاهم. انشغل بربك خليه جوه قلبك يشغلك عن العالم باللي فيه. ينتمي هيثم إلى أسرة فنية عريقة، فهو ابن الفنان الكبير الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد، ونجح خلال مشواره القصير في تقديم عدد من الأعمال السينمائية والدرامية المميزة. بدأ مسيرته الفنية بمشاركة والده الراحل في فيلم حليم، حيث جسد شخصية عبد الحليم حافظ في شبابه، كما شارك في الفيلم عدد كبير من النجوم مثل منى زكي وعزة أبو عوف وجمال سليمان ويوسف الشريف وآسر ياسين. أنت عارف يا مجدي أنا بقعد قدام الشجرة دي كتير ليه؟ ليه؟ عشان نفسي أبقى زيها، تطلع مني فروع، الفروع تنزل الأرض تطلع جذور، الجذور تطلع فروع. يا أخي بكرة تحب تاني، تتجوز تخلف وعيالك يتجوزوا ويخلفوا. هي الدنيا كده يا حليم، البني آدم بينسى. حتى لو نسيت يا مجدي، حتى لو نسيت أنا حالتي بتبقى أسوأ كل يوم. شارك هيثم في العديد من الأعمال الأخرى من أبرزها فيلم البلياتشو، كف القمر، وسكر مر، وكان آخر أعماله الفنية مسلسل علامة استفهام الذي عرض في عام 2019 بمشاركة محمد رجب ومريهان حسين ومحمود البزاوي وجيهان خليل. بقالك كتير قوي ما قلتليش يا صديقي، دلوقتي لما تسمعني وتعرف اللي حصل لي هتحس بيه. عاش هيثم زكي حياة مليئة بالأزمات، فقد بدأ معاناة الوحدة منذ انفصال والديه عندما كان عمره 9 سنوات، وانتقل للعيش مع جدته لكنها توفيت عندما كان في 14 من عمره، ثم انتقل للعيش مع خاله الذي رحل بعد 2 عامين، وبعد ذلك عاش مع والده لمدة 5 سنوات فقط إلى أن توفي أحمد زكي وتركه وحيداً في سن 21 عاماً. وعاش هيثم بقية حياته وحيداً حتى وفاته، ورحل أيضاً وحيداً تاركاً أثراً عميقاً في قلوب محبيه.